بعد ما خلصنا التمبلت الاساسي بتاعنا خلاص بقى كده وصلنا التمبلت اهو، سواء كنا جبناه من الانترنت عملناه بايدينا عملناه ببرنامج جاهز ظبطناه على برنامج مش عارف فوتوشوب عملنا، المهم وصلنا للايه؟ للديزاين بتاعنا خلاص. الدور على ايه؟ الدور ان احنا بقى نقلب الكلام ده اي اس بي او بي اتش بي او جي اس بي، اي لغه بقى انت هتشتغل بيها او اي تكنولوجي انت هتشتغل بيها، الغد ده كله ده مشترك. احنا قلنا الغد ده كله ده ايه؟ مشترك كويب عام. فدلوقتي احنا عايزين نشتغل اي اس بي، فانا عايز ابدا اقلب الموقع ده الى اي اس بي، يبقى فعلا الحاجه اللي موجوده فيه تشتغل كاي اس بي، واقدر احط لها كنترول بتاع الاي اس بي، واقدر ابرمجها بقى سي شارب، واقدر اعمل الكلام ده كله. ف اول مفهوم هنتعلمه في الاي اس بي في حاجه مهمه جدا اسمها ويب، او اسمها ماستر بيج. اسمها ماستر ايه؟ ماستر بيج، اللي هي الصفحه الرئيسيه. فكره الماستر بيج، فكره بسيطه جدا 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 وقويه قد الجدانات اللي انا قلتها من شويه. خلاص عشان ما قلتش قوي كتير بس. طيب الماستر بيج كلها عباره عن ايه؟ عباره عن تمبلت بيج. يعني ايه تمبلت بيج؟ زي بالظبط كده بنقولها ببساطه جدا، لما بتروح مثلا تقول لواحد احنا هنعمل، احنا الشركه بتاعتنا بتعمل شوكولاته خلاص، ففي قالب للشوكولاته عايزين نعمله بشكل مثلا شوكولاته بشكل حاجه معينه، فمش معقوله كل ما يجي يعمل يطلع قطعه شوكولاته هيقعد ايه؟ يرسمها. كل ما يجي يطلع حته شوكولاته يقعد ايه؟ يرسمها. ما بيحصلش كده. امال بيعمل ايه؟ بيعمل قالب. يعني ايه قالب؟ خلاص استامبه. استامبه دي بتبقى عباره عن ايه؟ عباره عن تحديد الشكل العام، ويسيب المكان اللي بيتغير فاضي، ولا غلطان؟ يعني مثلا لو احنا عاملين مثلا شوكولاته على هيئه، على شكل مثلا دب مثلا، فبتعمل ايه؟ بيعمل شكل الدب من بره ويسيب الايه؟ المحتوى هو اللي ايه؟ هو اللي فاضي، صح كده؟ ماستر بيج بتقوم بنفس خلاص. فبنعمل ايه؟ زي ما قلنا بنعمل القالب دوت، بنرسم فيه الشكل اللي احنا عايزين نطلعه، وبنسيب المحتوى ذات نفسه ايه؟ فاضي. المحتوى ده اللي هو بيتغير بقى الحته اللي بنصب فيها الشوكولاته بتاع كل مره دي، صح؟ ونبدا نحط الايه؟ الشوكولاته جواه، ويطلع لنا بنفس المنظر. يطلع بنفس الايه؟ المنظر. في الاخر بناكل ايه بقى؟ القالب طبعا. تاكل الايه؟ الشوكولاته. فكره الماستر بيج نفس المنطق بالظبط. بعمل ايه؟ بقول والله انا عايز اعمل ماستر بيج، صفحه رئيسيه، تمبلت رئيسي، استامبه رئيسيه. فلو جيت بصيت لصفحه زي الصفحه بتاعتنا دي، وجيت بصيت كده ليها وقلت ايه الاستامبه الرئيسيه، هتلاقي ان الهيدر اللي فوق بالالوانات اللي ورا، باللينكات اللي على الشمال، بالقصايد اللي على اليمين، بالفوتر اللي تحت، ده كله هيبقى معاك دايما في كل الصفحات، صح؟ لا، دي الرسمه الاساسيه، ده المحتوى الايه؟ الاساسي. بس هتلاقي ايه بقى؟ الحتتين دول الارتكلز اللي في النص دول على حسب بقى الصفحه، ولا انا غلطان؟ احنا عملنا واحده بس، ممكن يبقى في وعي، ممكن يبقى في صفحه فيها واحده بس، في الصفحه ما فيهاش خالص، فيها كلام على طول بشكل مباشر، صح ولا لا؟ والى اخره. فقلنا لا كده مش هينفع، احنا كده عندنا مشكله ان الحته اللي في النص دي بتتغير. يبقى كده بالظبط قدرنا نحدد ان التمبلت بتاعنا او القالب بتاعنا او الماستر بيج بتاعتنا هي كل اللي بره الا اللي في النص، يا كل اللي بره الا اللي في الايه؟ الا اللي في النص. خلاص كده؟ طيب. فانا المفترض احط كل الكلام ده جوه ماستر بيج، جوه ماستر ايه؟ الا الجزء اللي انا شايفه من وجهه نظري بيتغير، قد يكون جزء او اكتر من جزء، قد يكون جزء واحد او اكتر من جزء عادي، ممكن اقول لا والله انا شايف ان دي هتفضل ثابته. دي بس اللي هتتغير. وعلى فكره دي برضه هتتغير. وعلى فكره دي برضه ممكن تظبط زي ما انت عايز. بس المهم كل حته انت شايف ان هي ممكن تتغير، كل حته انت شايف ان هي ممكن تتغير من صفحه لصفحه، هتحطها جوه ايه؟ هتشيلها من الايه؟ من الماستر بيج، تشيلها من الماستر بيج، وتحط مكانها حاجه تقول لك ان المكان ده هو اللي بيتغير، والمكان ده بيتغير، والمكان ده بيتغير، والمكان ده بيتغير، خلاص كده؟ يبقى انا لازم الاول احط الشغل بتاعي كله جوه ماستر بيج، وانا احطه جوه ماستر بيج احدد المكان اللي بيتغير، اشيله واحط مكانه اي حاجه كده تقول لي ان ده المكان اللي بيتغير، ده المكان اللي ايه؟ اللي بيتغير. طيب وبعدين؟ وبعدين بقى اعمل الصفحات اللي هي الشوكولاته بقى. اعمل الايه؟ الصفحات اللي هتشتغل، ماستر بيج ما بتشتغلش. زي بالظبط كده ما قلنا مفيش حد بياكل الايه؟ القالب. لكن الصفحات اللي بتقوم على نفس الديزاين، على نفس الماستر، هي اللي تبدا تشتغل، خلاص كده؟ واحده واحده عشان نعمل المفهوم ده. اعمل ايه؟ اقول له والله انا خلاص سيبك من اتش ام ال بيج، هاجي من قائمه ويب سايت واقول له اد نيو ايتم، ايتم جديد. قال لي ايه الايتم بتاعك؟ قلت له الايتم بتاعنا اسمه ماستر بيج. اسمه ماستر ايه؟ ماستر بيج. قال لي هتسميها ايه؟ سميها زي ما انت عايز تسميها. قلت له خلاص سيبها ماستر بيج. سيبها ماستر ايه؟
ماستر بيج. قال لي هعمل الكود في ملف والديزاين في ملف. حابب كده ولا خليك كله على بعضه؟ الكود على الديزاين براحتك خلاص كده مش اي مشكله. الاثنين واحد، الكود بتاعنا ما بتغيرش، بس كل الفرق ان بحطه هنا ولا بحطه هنا خلاص كده. والفروق هبقولها وانا شغال. فيفضل ايه زي ما انتوا عايزين. خلي كل واحد هتقوم على ماستر بيج، يعني صفحه بتاع الماستر بيج هتقوم على ماستر بيج، وتقول لا ده هي اصلا اول ماستر بيج عندي، مش هتقوم على ماستر بيج. ضيف دخل صفحه، قال لي اولا طبعا اول مره نشوف الرمز ده، قال لي ات ماستر لصفحه ماستر، اللانجوج بتاعتها مين؟ سي شارب. واداني شويه حاجات كده ماشي معانا منها دلوقتي. وعمل الدوك تايب اتش تي ام ال ماشي، اتش تي ام ال وهيد كلام جميل، في تايتل ماشي، لكن في هنا ايه حاجه اسمها كونتنت بليس هولدر. يعني ايه كونتنت بليس هولدر؟ كونتنت بليس هولدر يعني مكان بيتغير من صفحه لصفحه، يعني اذا اكيد اول حته بتتغير من اي صفحه لصفحه. الهيد بتاع كل صفحه مختلف، عشان عارفين الهيد ده ممكن يكون فيه ستايل شيب بيتنادى عليه، ممكن يكون فيه صح لا. فطالما انت حاطط كونتنت بليس هولدر كده انت عملت اتاحه ان ممكن الصفحه الثانيه تكون بتنادى على ماستر على فايل ثاني خارجي بتغير حاجه في الهيد. احنا عارفين طبعا السكريبت الجافا سكريبت بيتكتب في الهيد، عارفين صح؟ فكده انت اكنك عملت اتاحه ان الصفحات الثانيه ممكن تغير في الهيد. ادي اول حاجه صح كده؟ بعد كده عمل بادي زي ما احنا شايفين كده. بس وجوه البادي دي حط حاجه اسمها فورم، حط حاجه اسمها ايه؟ فورم. يعني ايه فورم؟ فورم يعني مكان اقدر احط فيه تكست بوكسز، اقدر احط فيه زراير، اقدر احط فيه اللي هو شكل بقى الايه؟ فورم اللي هو نموذج صح؟ ابلكيشن. وفي حاجه اسمها ديف، احنا عرفنا الديف خلاص صح. وحطينا في النص حاجه اسمها ايه كونتنت بليس هولدر، ده تاني مكان اي حد يقدر يغيره. قلت له طب وفين الصح؟ لا معلش لغايه الفورم سيب الفورم، كون اسمها سيب الفورم عشان يبقى متاح، لو نزلنا زرار يبقى ماشي، لو نزلنا تكست بوكس يبقى ماشي، فسيب ايه فورم سلاش فورم. المهم ان اهم حاجه ان الاي دي بتاعها كلمه فورم 1، وفي نفس الوقت ان هي ران اد سيرفر. يعني ايه بقى ران اد سيرفر؟ احنا قلنا واحنا بنتكلم ان ال HTML اللي احنا عملناه كله، كل اللي فات في ال HTML وال CSS او جافا سكريبت حتى كله بيشتغل على الكلاينت. كله بيشتغل على مين؟ من اول لما تلاقي كلمه ران اد سيرفر اعرف ان ده مش هيشتغل على الكلاينت، ده بيشتغل ايه؟ على السيرفر. يبقى لازم يكون اي اس بي بقى خلاص كده. يبقى ده كده اول كنترول قابلنا، الكنترول بتاع ايه؟ بتاع اي اس بي مش بتاع HTML، بتاع اي اس بي ما هوش بتاع ايه؟ HTML. خلاص انا عايز بقى الصفحه اللي اسمها ديفولت دوت HTML اللي احنا عملناها دي اخدها واصبها هنا، وبعد ما اصبها هنا اغير منها او انتش منها اللي انا شايفه هيتغير، اطلع منها اللي انا شايفه هيت ايه هيتغير. فتعال روح على صفحه الاتش تي ام ال واطلع فوق وجيبها من الاول. التايتل فروتس ويب سايت دي ممكن تخليها في الماستر، وطالما انت خليت التايتل في الماستر كلمه فروتس ويب سايت يبقى كل اللي ايه كل الصفحات يبقى العنوان واحد فروتس ويب سايت، الا لو انت حبيت تغير خلاص. طيب بعد كده في ميتا ان الكاركتر ست ايه يو تي اف على 8، قلت له وكل الصفحات بتاعتها تبقى يو تي اف على 8، يبقى خده حطه في الايه في الماستر. وفي لينك بتشير على الستايل شيت اللي احنا عملناه، في نوع تاج اسمه لينك بيشير على الستايل شيت اللي احنا عملناه، قلت له كل الصفحات تبقى بنفس الستايل شيت صح. قمت واخد كده ايه كوبي قمت حاطط في الماستر. حلو قوي، حتى الان كده توصلنا احنا عملنا ايه كل اللي في الهيد في الاتش تي ام ال نقلناه في الهيد بتاع مين بتاع الماستر. حد كده عمل حاجه؟ ونفس الكلام في اللي في البادي، هو عباره عن هيدر وديفايه صح. كل برضو اللي في البادي اخده واحطه في البادي تحت، بس مش البادي بقى تحت فورم، في البادي تحت فورم. بس قبل دي احنا قلنا ممكن نكون عملنا الصفحه الرئيسيه بايدينا زي ما شفنا، او عملناه ببرنامج جاهز زي ما شفنا قبل كده برضو، او نزلناه على الانترنت او صح. فقبل ما تعمل الخطوه دي لو كان في تاج اسمه فورم هنا في الاتش ام ال اسمها ملحوظه دي، لو كان في تاج اسمه فورم لازم تشيله، شيل فورم وسلاش فورم لو كان موجود. لو كان مش موجود خلاص براءه، طبعا في اللي احنا عملناه ما كانش موجود. لكن لو انت نزلت تمبلت على الانترنت او عملت اي حاجه فمن ايه بنشيلها خالص، بنشيلها ايه بنشيلها خالص. المهم هاخد كل الكود اللي ما بين بادي وسلاش بادي ده كوبي بعد ما نضفته من كلمه فورم وسلاش فورم لو كانت موجود، واروح عندي في الماستر بيج بتاعتي، بس مش ما بين بادي وسلاش بادي، لا ما بين فورم وسلاش ايه. طب ليه انا شلت فورم اللي هناك؟ عشان ما يبقاش فورم جوه فورم،
سلاش فورم جوه ايه؟ جوه فورم. خلاص انا هحط كله ما بين فورم وسلاش فورم يبقى خلاص. وافترض ان هو يتطبق عليه كل الايه؟ كل حاجه تخص الفورم هتطبق عليه عادي، هبقى متاحه ليا. وتعمل كليك يمين وتعمل له ايه؟ بيست. قام رامي كل حاجه جوه الماستر بيج. لو حبيت تفتح الديزاين هيحاول الديزاينر انه يظبط لك الايه؟ بس لاحظ ان في حاجه ما قدرش يظبطها الديزاين. ده الديزاين بتاع الايه؟ بتاع الفيجوال ممكن ما يقدرش يظبط لك كل الديزاينات اللي انت عاملها. لاحظ ان ده عشان ايه؟ عشان سي اس اس متقدم شويه ولا بتاع ممكن ما يجيبهوش. النصيحه بقى الاساسيه طبعا يعني مثلا تلاحظ الصوره ما عرفش يظبطها شويه مش عارف ايه الى اخره. نصيحه ما تحاولش تشتغل من الديزاين هنا خالص ولا تلعب في اي حاجه. لو بوظت حاجه هيرمي في هيغير في السي اس اس فايل ويظبط الدنيا وهيخرب لك الدنيا. فحاول انت ما تلعبش هنا خلاص، احنا كده كده فاهمين السورس كود صح؟ هطلع كده وادور على الارتكلز اللي انا شايف ان هي بتتغير من صفحه لصفحه. ادي اول ارتكل منهم صح؟ وادي ارتكل الثاني، هم دول بيتغيروا عندي من صفحه ليه؟ صح ولا لا؟ مظبوط، المكان ده هو اللي بيتغير من صفحه لصفحه. اللي ما بين سيكشن وسلاش سيكشن. ده المكان اللي بيتغير عندي من صفحه لصفحه. شيله. فقمت شايله خالص، بس هاخده كات. يعني معايا في الايه؟ معايا في الذاكره، في الميموري معايا. وبين سيكشن وسلاش سيكشن عايز اقول له بقى المكان ده بيتغير من صفحه لصفحه، عايز اقول له كده. عايز اقول له المكان ده بيتغير من صفحه لصفحه، عايز احط له حاجه اسمها كونتنت بليس هولدر. عايز احط له حاجه اسمها ايه؟ اللي احنا كنا شايفينها في الهيد، فاكرينها؟ اخش على التول بوكس، ممكن اكتبها بايديا وممكن اخش على التول بوكس. التول بوكس هلاقي فيه ادوات، طبعا عارفين طبعا متعودين على الكلام ده طبعا، صح؟ فاجي ما بين سيكشن وسلاش سيكشن اقف هنا واقول له فين الكونتنت بليس هولدر؟ يقول لي اهو ادي الكونتنت بليس هولدر. اقول له دبل كليك عليه كده قام رمالي ايه؟ كونتنت بليس هولدر، واداله اي دي اسم يعني اي دي اي حاجه سواء كونتنت بليس هولدر واحد. واهم حاجه قال له اداني ران ات ايه؟ سيرفر، يعني مشي على السيرفر. وقفل بسلاش كونتنت بليس هولدر. طبعا تلاحظ كمان ان في حاجه اسمها اي اس بي كولون، فاعرف ان ده من ادوات الاي اس بي مش من ادوات اتش ام ال. خلاص كده بس ولا اكتر ولا اقل كده. لو جينا رجعنا طبعا للديزاين بتاعنا هتلاقي ان في حاجه اسمها كونتنت بليس هولدر اتحط تاني. مظبوط كده؟ الديزاين اختلف شويه ما يهمكش، ما تبوظش حاجه. ما تنساش ان انا واخد الحاجه معايا كوبي. تعال نرن الصفحه دي، ينفع نرن الصفحه دي؟ ما احنا قلنا القالب ما بيتاكلش صح؟ نفس القصه ماستر بيج ما بتشتغلش. ماستر بيج خلاص عملناها وظبطنا اللي احنا عايزينه فيها وقلنا المكان بيتغير طبقا للقواعد اللي انا قلتها خلاص. فعايز اعمل صفحه تقوم على الماستر بيج دي، عايز اعمل صفحه تقوم على الماستر بيج دي اللي هي حته شوكولاتايه عشان اشوف شكلها تطلع مظبوط ولا لا. فقوم جاي من كلمه ويب سايت وانا اقول له عايز اضيف صفحه، بس صفحه اي اس بي بقى، ومش اي صفحه اي اس بي، اقول له صفحه اي اس بي تقوم على النظام ده، تقوم على التمبلت ده، تقوم على الاسطمبه دي. فقوم جاي كلمه كلمه ويب سايت واقول له اد نيو ايتم، اد نيو ايه؟ ايتم. واتاكد ان فيجوال سي شارب. قال لي هتضيف ايه بقى؟ قلت له مش ماستر بيج بقى المره دي، المره دي ايه؟ ويب فورم. يعني صفحه ايه؟ اي اس بي ممكن يكون فيها فورم، ممكن يكون فيها زراير، ممكن يكون فيها اي حاجه. خلاص؟ ويب فورم. نعم. قال لي اسمها ايه الاول؟ قلت له اسميها الديفولت. كل الناس تسمي الصفحه الرئيسيه ديفولت او اندكس، ده اسم متعارف. تلاحظ كلاما كده في المواقع ناس تكتب www. مش عارف ايه .com صح؟ حد بيكتب اسم الصفحه؟ ما حدش. لو انت عايز تعمل كده يبقى لازم تكون مسمي الصفحه بتاعتك يا اما ديفولت يا اما ايه؟ اندكس. يا اما هيضطر اللي بيكتب عنوان الموقع يكتب اسم الصفحه. فدايما الناس تحب الصفحه الرئيسيه الاساسيه يبقى عنوانها اسمها ايه؟ يا ديفولت يا ايه؟ يا اندكس. خلاص كده؟ الاسماء مش من اختراعنا، ده السيرفرات بتبقى مظبوطه على كده. الاعدادات الاساسيه بتاعت السيرفرات بتبقى مظبوطه على كده. المهم قلت له دي الصفحه هتبقى الرئيسيه يعني. وانا هعمل صفحه دلوقتي مجرد اللي هي الايه؟ الرئيسيه. اسميها ديفولت دوت اي اس بي اكس. قال لي هتعمل الديزاين الكود بتاع الديزاين في صفحه والكود اللي هو السي شارب في صفحه، ده اللي اختار الاولاني زي ما انت تحب، ممكن تشيله وتبقى الاثنين في صفحه واحده. ماشي سيبهم. سيلكت ماستر بيج يعني هتقوم على الديزاين بتاع ماستر بيج؟ قلت له اه. يا هتقوم على على الايه؟ على التمبلت بتاعت الماستر بيج مع الناس؟ وقام دايس له على ايه؟ ضيفها لي. قال لي طب قول لي انهي ماستر بيج الاول؟ ممكن يكون عندك الموقع فيه اكتر من ماستر بيج. قلت له هي ما فيش غيرها الماستر بيج دي، صح كده؟ وقام دايس على اوكي. عمل لي صفحه، قال لي اد بيج، دي عباره عن صفحه، التانيه كانت اد ماستر. قال لي التايتل سابه فاضي.
لان التايتل بتاع الصفحه دي فاضي. اللانجوج سي شارب وحط شويه خصائص بس حط اتنين كونتنت, حط كونتنت وحط كونتنت. احنا شفنا المره اللي فاتت حطينا كونتنت بليس هولدر, هنا حط لي ايه كونتنت, وقال لي الكونتنت ده كونتنت يعني محتوى, ها كونتنت يعني محتوى. قال لي الكونتنت دوت قايم على الكونتنت بليس هولدر بتاع الهيد, والكونتنت التاني ده قايم على الكونتنت بليس هولدر اللي اسمه كونتنت بليس هولدر واحد اللي احنا كنا حاطينه في البادي. لو رجعنا على الماستر بيج, ركز معايا, لو رجعنا على الماستر بيج في الكود بتاعه هنلاقينا ان احنا كنا الكونتنت بليس هولدر اللي فوق كان اسمه الاي دي بتاعه كان اسمه ايه هيد, والكونتنت اللي حطيناه في السكشن اهو كونتنت بليس هولدر حطيناه في السكشن كان اسمه ايه كونتنت بليس هولدر واحد. فهو بيقول لك في الصفحه ايه ده الكونتنت الاولاني تعويضا عن الكونتنت بليس هولدر الاولاني اللي هو المكان اللي بيتغير اول مكان عندنا في الهيد بيتغير, والكونتنت الثاني تعويضا عن الكونتنت بليس هولدر اللي هو في السكشن. خلاص كده لو فتحت الديزاين بتاعك هتلاقي الديزاين كله جه ليه؟ لان البيج ديت قايمه على ماستر بيج, شايفين انا قايل له ان هي قايمه على ماستر بيج ومدي له اسم الماستر بيج اللي هي قايمه عليه. لو جينا فتحنا الديزاين هتلاقي الديزاين كله جه. بص على الماوس هتلاقي الماوس ماله ديسيبل في كل الحتت صح, يعني معناها ان انت ما تقدرش تغير في اي حاجه هنا, تقدر تغير فيه فين؟ بص اما اقف في الماوس في الحته بتاعت الكونتنت بليس هولدر بس الماوس بقى متاح لك, دي بس اللي ليك حق تغير فيها, اما بقى التمبلت خلاص اتثبت. قلت له حلو قوي, انا عايز بقى في الكونتنت بليس هولدر اللي هنا ده عايز احط التو ارتكل اللي احنا كنا واخدينهم, عايز احط التو ارتكل اللي كانوا موجودين اللي احنا ايه كنا جايبينهم. فبراجع كده في السورس ما بين كونتنت وسلاش كونتنت الحته دي عامل ايه بيست, قمت حاطط التو ارتكل اللي كانوا عندي فاكرينهم, ادي الارتكل الاولانيه وادي الارتكل الايه الثاني, حطيتهم بيست كما كان كاول مكان بيتغير. تعالى المره دي الرن اول صفحه عندنا دوت اي اس بي اكس مش اتش تي ام ال بقى, لان نفسينا خلاص دوت اي اس بي اكس, كليك يمين وقول له فيو ان ايه البراوزر. المره دي صفحه اي اس بي هترن, هتجمع كل اللي في الماستر بيج وكل اللي في الايه الكونتنت بيج. الكونتنت بيج اللي هي صفحه قايمه على الماستر بيج يعني, وعرضهم لي نو. طب ايه الفرق؟ فرق كبير جدا ما بين اللي حصل واللي حصل المره دي مع ان المنظر واحد, بس الفرق ان انت المره دي قلبت شغلك من اتش تي ام ال الى مين؟ الى اس بي, فبقى متاح بقى اللي احنا هنستخدمه في الاي اس بي, بقى متاح نقدر نحط ادوات اي اس بي بقى خلاص. فكده ازاي نحول الموقع بتاعنا من HTML من HTML ويب سايت الى ايه؟ الى ASP.NET ويب سايت, وبقى عندي البيج بتاعتي تقدر تستحمل ادوات من ادوات مين؟ الـ ASP بس كده. فكده حولنا الموقع.